السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسماعيلي على أعتاب الصفقة 11 صفقات بالجملة في النادي الإسماعيلي. ومش عارف، كان في ناس في الإعلام قبل الإسماعيلي ما يتعاقد مع أي حد تحس إنها متعاطفة مع النادي الإسماعيلي وقلبها على النادي الإسماعيلي، ويمكن كادت إنها تبكي أو تعيط من كتر الحزن على النادي الإسماعيلي إن هو ما تعاقدش. ولما الإسماعيلي فاجئنا وعمل كل التعاقدات دي وجاب جريده المدرب العالمي والتاريخي، حسيت ان هي متضايقه ومتغاظه، والموضوع ما كانش من قلبها ان هي قلبها على النادي الاسماعيلي. الموضوع بيفرق قوي. الاسماعيلي لما بيفوق بيزعل ناس كتير. الاسماعيلي كبير. احنا بصدد تعاقد الاسماعيلي مع لعيب مفاجاه في الساعات القليله القادمه دي. لاعب مفاجاه جاي النادي الاسماعيلي، لاعب يعني من الطراز الاول. يعني خلاص كده احنا كنا بنتكلم في اسماء، احنا بنقول هتبقى ولا مش هتبقى. مع احترام لكل الصفقات اللي جايه دي، الصفقه اللي هيتفق على الاسماعيلي اللي جايه دي صفقه جباره، صفقه جباره، وما ينفعش ان انا اتكلم عليها دلوقتي. لازم تتم يعني، وربنا يتمها على خير جدا ونشوف الاسماعيلي. طبعا احنا عندنا مدرب وعندنا تيم السنه دي ان شاء الله باذن الله يعني ناخد بيه بطولات، ناخد بيه بطولات ونشوف اللي جاي ان شاء الله. وصباح الفل عليكم كلكم، وتحياتي لكل اسماعيلاوي، ويا رب اللي جاي يكون احسن.